السلام عليكم أعزائي متابعي قناة ستار تيوب، أخبار الرياضة العراقية. المدير الفني لمنتخب شباب العراق عماد محمد: بغض النظر عن أي ضغوطات متوقعة، لنتنازل عن مشروع القاضي ببناء منتخب نظيف يكون لاعبوه عمادا للوطني ونموذج يحتذى به. على الجميع أن لا يتهرب من مواجهة واقع الحال وواقع حال منتخبات الفئة العمرية، والتي كان التزوير ينخر أروقتها من دون نتاج واقعي للمنتخب الوطني، الأمر الذي جعل من كرة القدم العراقية تتأخر عن قرينتها كثيرا. الأخطاء الفردية واردة من لاعبين يدخلون بطولة كبيرة من دون مباراة ودية واحدة كحال أغلب المنتخبات المشاركة، والخسارة من جزر القمر إيجابية أيضا. بغية التشخيص السلبيات تمهيدا لوضع المعالجات لتفادي التكرار ووصولا لمثالية الأداء. من يريد أن يتحصل على نتائج بغض النظر عن الوسائل المتبعة فليأتي ويفعل ذلك، كوني أقسمت على عدم العودة خطوة واحدة إلى الوراء في مشروع ستكون نتائجه محط احترام الجميع. المسؤولية لا تقتصر على مدربي الفئات العمرية في محاربة الآفة، بل على الأندية التي يجب أن تضع أطرا عامة تحد من عمليات التلاعب، ويجب أن تضرب بيد من حديد خلال أبعاد اللاعب ومدربه الذي يساعده على انتهاج أسلوب التزوير. هذه كانت أبرز تصريحات المدير الفني لمنتخب شباب العراق عماد محمد. نتمنى التوفيق لمنتخب الشباب في المباراة القادمة أمام لبنان وتقديم أداء جيد وطي صفحة الخسارة من جزر القمر، والبداية بروح جديدة وأمل جديد على أمل التعويض في مباراة القادمة، على أمل التعويض والنهوض بمنتخب الشباب مجددا والوصول إلى مستوى فني جيد يليق بتطلعات الجماهير العراقية العاشقة لمنتخبي وعلم الوطن. دمتم برعاية الله.